حلا عمر جودة أبو شلبك، أطراف صناعية وأجهزة مساعدة كلية علوم التأهيل. أول شيء الحمد لله على هاي النعمة، وشكراً لأهلي وشكراً لدكاترتي ولكل حدا وصلنا لهالمكان. أنا ليلى الغناني من كلية التمريض، كثير مبسوطين بهاي اللحظات، يعني هاي اللحظات من العمر ما تنعاد. بهدي تخرجي لعائلتي الحلوة، لأمي اللي أتمنى أنها تكون موجودة معي بهذا اليوم. طبعاً هذا الشعور لا يوصف، يعني بعد تبعه بأربع سنين يعني لا يقدر في ثمن أبداً، يعني إيش ما تحكي عن هذا الشعور ما بتقدر توصفيه. الأربع سنين مش بس كانت أربع سنين، كانت يعني أكثر بكتير، وأنا تخصص تمريض كان الإشي جداً متعب، وهاي اللحظات لا توصف أبداً. وبهدي كل نجاحي واللي وصلت له أنا لأهلي لأمي وأبوي، هم أكثر حدا دعمني وقدر يوصلني لهاي المرحلة. اسمي بتول وليد الحسامي من كلية التمريض. الصراحة فرحة يعني ما بتوصف. بهدي أول إشي نجاحي لأهلي وبعدين للعمادة، وصراحة بدي أحكي إنه حرام يحرم أي طالب من هاي الفرحة، لأنه فرحة فعليا ما توصف وما بتتعوض ولا بأي شيء. اسمي حمزة إبراهيم الفراهيد، أنا تخصص تمريض. طبعا أنا مكيف كثير على هذا الشعور، عندي رائع أني تخرجت من الجامعة. بحب أشكر أهلي. مرحبا، أنا لما مكاحلة تخصص دكتور صيدلة في الجامعة الأردنية. بحب أهدي تخرجي لوالدتي ولوالدي ولأخواني وأخواتي، مشاعر مخلوطة بالفرح أكيد، والله يطعمها لكل واحد. اسمي أول شيء ضحى سويد، خريجة كلية الصيدلة عام 2021. طبعا الحمد لله أنا كتير مبسوطة لأني دخلت هذا التخصص عن حب، وكتير مبسوطة إنه أنا هلأ تخرجت. وبهدي تخرجي لأهلي طبعا، عيلتي اللي هم أقرب إشي لقلبي، ولصاحباتي حبيباتي طبعا، صاحبتي هي بتضحك ورا الكاميرا بسيطة وبس. شكرا. أنا محمد وائل، طالب من كلية علوم التأهيل، بدرس علاج طبيعي. بهدي هذا التخصص لأمي وأبوي اللي تعبوا معاي كتير، دائما كانوا ساندوني في كل موقف كنت أنحط فيه. الحمد لله رب العالمين تخرجت امتياز، والحمد لله رب العالمين، الله يوفقنا في قادم اللحظات. بهدي هذا التخرج أكيد لبابا اللي ساندني بكل خطوة وكان معي بكل خطوة ودائما كان يشجعني، وأكيد لماما ولجميع أهلي. يعني الحمد لله على نعمة العلم، والحمد لله على نعمة إنه الواحد قدر يروح على الجامعة ويدرس ويتعلم، وخلال هالأربع سنين تعلمنا كتير شغلات وبتمناها للجميع والله يوفق.